احنا من مهجرين المنطقة الشرقية، اجينا بعد ما تعرضنا للقصف من الطيران الروسي المكثف، اجينا لهون وعانينا الامرين تا وصلنا لهذا المكان اللي خلونا ننزل بيه، ولهم جزيل الشكر. خيم ما في معنى، بيوت ما في معنى، مساعدات ما في حدا بيقدم لنا اي مساعدة. لهاليوم هذا ربطة خبز ما اجتنا، هذا المخيم كلياته ربطة خبز، ولا واحد طلع علينا بشغلة. حتى معنا اطفال ومعنا نساء، ما حدا طلع علينا. احنا عانينا بالمنطقة الشرقية وانهزمنا لهون مشان القصف اللي تعرضنا له. اجينا لهون قلنا على الواه متنا تحت القصف، ولا اجينا لهون، ما حدا مطلع علينا بشي. حتى الاطفال هاي اللي بدها مساعدات ما واحد قدم لنا اي مساعدة الها. سيارات الاغاثة بمر من هون، الخيام وزعوهن للناس اللي الهم، اللي له واسطة اخذ اغاثة، واللي له واسطة اخذ خيمة، واللي ما له حدا بده نام هون بالعراء. احنا كلياتنا ست عيلات نايمين بهاي الخيمة. احنا من ناشد دول الجوار تقدمنا الدعم وتقدمنا المساعدة لتأمين اطفالنا وتأمينهم من ناحية مرضية، وبكفل اللي تعرضنا له بالمنطقة هذيك.